السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الصف الثالث الثانوي. هنبدأ إن شاء الله النهاردة أول معادلات الباب الأولاني في الصف الثالث الثانوي. نبدأ إن شاء الله ننظم لكم المعادلات بطريقة كويسة وسهلة بنفس طريقة اللي بيجي في الامتحانات، الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات. يبقى معادلات الباب الأول، أهم المعادلات. الأسئلة بتيجي إزاي؟ الصيغة الأولانية ما أثر الحرارة على بين قوسين مع كتابة المعادلات متزنة أو موزون. ده السؤال، العنوان الرئيسي اللي هنبدأ بيه النهاردة. فبنقول أول حاجة ما أثر حرارة على نمرة واحد أكزالات الحديد. أكزالات الحديد، وبعمل لي اتنين كده باللاتين، يعني الحديد ثنائي في الحالة ديت. بنبدأ نقول الأكزالات CO، وهنا الحديد، بنكتب هنا حرارة معزل عن الهواء، معزل عن الهواء. طريقة سهلة جدا، نحاول بالراحة كده نعمل المعادلة الأولانية. بنقول الحديد، بنكسر الروابط، الحديد مع ذرة الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون هيتصاعد، وأول أكسيد الكربون هيتكون. يبقى عندنا التلات مكونات هنا، FeO أكسيد الحديد 2 زائد ثاني أكسيد الكربون زائد CO اللي هو أول أكسيد الكربون. دي أول معادلة النهاردة معانا، وبنكتب المعادلة بقدر الإمكان وبأسهل طريقة. المعادلة التانية النهاردة، الحديد المسخن لدرجة الاحمرار، الحديد المسخن لدرجة الاحمرار مرة مع الهواء الجوي، والمرة التانية مع مين؟ مع بخار الماء. الحديد المسخن حديد FE زائد O2. عايزين نعرف ان الناتج في الاتنين هيطلع لي اكسيد الحديد المغناطيسي Fe3O4. طب انا بقول لازم نعرف كده ليه؟ اولا الشرط عندنا حرارة هنا، لان بقول حديد مسخن مع الهواء الساخن. طبعا هنا نبص المعادلة كده ازاي نوزنها بالراحة. احنا قلنا الناتج لازم يكون في الذاكرة عندنا اللي هو أكسيد الحديد إيه؟ المغناطيسي Fe3O4. هنا أكسجين 4، بحط هنا 2، يبقى ده غاز الأكسجين. هنحط هنا 3، خلاص المعادلة اتوزنت وخلصت بأبسط صورة وبأبسط طريقة. رقم 3 بالترتيب اللي أنا مجهز لكم. طبعا في عندي الحديد المسخن لدرجة الاحمرار مع بخار الماء، عارفين بخار الماء اللي هو ايه؟ H2O. بس في درجة حرارة بقى هنا شرط مع التسخين 500 درجة ايه؟ مئوي. يبقى الحديد هو Fe زائد بخار المية يعني H2O، هنا حرارة، وين هوت بنقول درجة الحرارة 500. الشروط دي لازم نعرفها ونحطها في الذاكرة عندنا. اتفقنا من شوية ان الناتج Fe3O4. طيب الحديد هنحط هنا 3، يبقى الحديد اتوزن. هنحط 4، يبقى الاكسجين اتوزن زي اللي فوق اهي، يبقى الاكسجين اتوزن لما حطينا 4. طب الناتج التاني 4 H2 هيتصاعد،
طب ال H2 دي جت منين؟ لو احنا هنا وزعنا كسر روابط جزيئات المواد المتفاعله 4 H2 و4 O، ال 4 O مع الثلاثة حديد ادتني الحديد المغناطيسي، خلاص، او اكسيد الحديد المغناطيسي وغاز الهيدروجين ايه تصاعد. دي المعادلة رقم 3. المعادلة رقم 4 مع اثر حرارة على السيدرايد. السيدرايد ده طبعا FeCO3 اللي بنسميه كربونات ايه الحديد 2. طبعا هنا معادلة بسيطة بس لازم نفهمها بالراحة برضو، FeCO3 سهم. طبعا ممكن يقول لي ما اثر حرارة على كربونات الحديد 2، عشان برضو ايه نكون عارفين احنا بنشتغل ازاي. كربونات الحديد وبعمل لي باللاتيني هنا 2. طيب كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة FE وCO3، هنا O وهنا CO2 غاز يتصاعد، هنا الحديد مع الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون يتصاعد، يبقى الناتج عندنا FE O زائد ثاني أكسيد الكربون غاز يتصاعد. نمرة 5، ما أثر الحرارة على كبريتات الحديد 2. كبريتات الحديد 2، ما أثر الحرارة على كبريتات الحديد وبعمل لي كده 2 باللاتين. طيب كبريتات الحديد FeSO4 سهم وعليه حرارة. طيب هنا هناخد 2، افتكر بس ان فيه 2 هنا ونشوف هنحل المعادلة ازاي. كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة، المبدأ بتاع التفاعل الكيميائي 2 حديد وفيه مجموعتين كبريتات، هذه واحدة والتانية هنعملها بلون تاني SO4. الاتنين حديد محتاجين 3 اكسجين، هيتاخد من دي 2 اكسجين، ما تبقى SO2 غاز يتصاعد، عليه دايرة اهو ممكن نطلعه في اي حتة، يبقى احنا خلصنا ده. طيب هو محتاجين ذرة كمان، يبقى عدد ذرات الاكسجين كام دلوقتي؟ 3 مع 2 حديد بيديني Fe2O3 اكسيد الحديد 3، لان تبادل التكافؤ يبقى الحديد ثلاثي والاكسجين ايه ثنائي، زائد لسه باقي ايه، احنا خدنا هنا ذره اكسجين واحده، ما تبقى SO3 غاز يتصاعد ثالث اكسيد الكبريت، زائد SO3 غاز ثالث اكسيد الكبريت. معادله جميله وكويسه تتكرر كتير في الامتحان. طيب بعد كده هيدروكسيد الحديد 3، هيدروكسيد الحديد 3 رقم 6 مع اثر حرارة على هيدروكسيد الحديد 3، معادلة جميلة جدا وبنعملها بطريقة سهلة. بناخد هيدروكسيد الحديد 3 في شرط اعلى من 200 درجة مئوية، هيدروكسيد الحديد 3 FeOH كل 3 سهم اعلى من 200 درجة مئوية، بناخد منها 2، نركز بقى كده، كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة 2 حديد و الاتنين في 3 ب 6، 6 هيدروكسيد نعملهم ازاي؟ OH دول 3، 3 التانيين في لون تاني OH. نبص كده ايه اللي هيحصل دلوقتي، هناخد 3 اكسجين
مع 2 حديد، يبقى اداني Fe2 O3 زائد ما تبقى 3 H2O 3 H2O. كده خلصنا الجزء الاولاني من اهم معادلات الباب الاولاني. ان شاء الله الحلقة القادمة هنكمل بقية المعادلات المهمة جدا في الباب الاول، ونحاول نمشي بترتيب معين كده عشان تبقى المعادلات سهلة. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا وتعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.